اغنيات الزرزور اغنيات البرتوش اعزكم الله. فالحق في الحقيقه ما كنتش باغي ندير هذا الفيديو، المستوى ديالو الدنيء والرديء، ولكن غير لقيت الفيديو لانه منصب بزاف الناس باغا تشوف شنو طاري، قلت علاش ما نديرش فيديو ونشرح لكم ونوضح لكم سبب انتشار الاغنيه والراي ديال المغاربه حول اغنيه الزرزور اللي حققت واحد النسبه عاليه من المشاهده. فالسبب الراجع لانتشار الاغنيه هو انها فيها مصطلحات اللي كتخدش بالحياء المغربي. فمثلا البرتوش اعزكم الله، تقدر هذا البرتوش مع عائله ديالك ربما تقدرش تسمعها. فالدرجه ان الانسان ولا الناس المغاربه كيتفاعلوا مع هذه الاغنيه وكيتفرجوا في هذه الاغنيه. فمثلا 14 مليون مغربي، ف 14 مليون مغربي غادي يتفرجوا في هذه الاغنيه، ونسبه كثيره كتمثل الجهل ديال هذه الامه. فمثلا واحد النسبه ما كيتفرجش في هذا الشيء فغادي تمشي تتفرج، علاش؟ لان النسبه الرديئه ولا النسبه اللي ما بغاش شي كتحاول انها تنتشر وتوسخ، كما كيقولوا على ان حوته وحده كتخنس شواري. فهاد الفنان سميتو لارتيست، هاد الفنان اللي كيبلغ من العمر 30 سنه، وهاد الاغنيه ديال الزرزور خرجها قبال بواحد الشهوره، ربما دار واحد الشكل بحال المقطع منها، والمغاربه بقاو كيداولوا داك المقطع لدرجه انه عرف هاد الاغنيه غادي تنجح، ومن بعد عاود لونصها للمغاربه. فالمغاربه شنو كيقولوا في الكومونتيرات وشنو كيفاش كيتفاعلوا مع هادشي؟ التجاهل هو ابسط شيء تفعله عندما تتزاحم التفاهات حولك. الكلمات مأخوذة من دورات المياه محدودة في الكتاب، والبعض قال على أن بالرجولة الموسيقى الأغنية زوينة من غير بعض الكلمات اللي مناسباش. خيب تابدك فرنسي، أنت مغني الأغنية عربية ومدخل الفرنسي، فكيف ما كتشوفوه هنا على أن المغاربة متناقضين. البعض كيسيبورتي الأغنية وكيحاول على أنه يبين على أنها أغنية عادية، والبعض كيقول على أنها أغنية مناسباش. ولكن باش نكون واضحين، فالبعض اللي كيقول الاغنيه مناسباش فهو نفسه اللي كيمشي يتفرج، فغير كتلقاه في الفيسبوك بوجه اخر ولكن في اليوتيوب بوجه اخر. هذا هو الراي ديالي الشخصي انا، والراي ديالكم نتوما شنو كيبان لكم في هذا الشيء؟ فنشوفوا الراي ديال بعض المؤكد. انا وياك والليل وبرشا حكايات في البرتوش، بزاف ديال البنات كيخرجوا بواقعها وكيغنيو على هذه الموسيقى، يا كبارات يا صغارات يا مع والديهم، هما ما فاهمينش الكلمات، ما فاهمينش البرتوش، ما فاهمينش القصه ديال طائر الزرزور، ما فاهميش حتى العمق والكلمات ديال هاد الموسيقى ولا ديال هاد الشيء، غير سامع. كما كيقول واحد الشاعر ديال ايموزا، كيقول لك الفنان فاش كيدوي شي حاضي الحروف وشي حاضي الكويبا، اللي راسو جليزه واخا تعطيه واخا يسمع الحقيقه اللي غايبه راه ما يمكنش يفهم. المهم انا غادي نشرح هاد الشيء، زعما ماشي كنسمع له، يعني راه عرفت الشر للي الشر، لكن اللي توقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهو مفروض عليك انك تسمعه، كتمشي للحلاق تسمعها، تمشي تترك معاهم الطاكسي تسمعها، تدوز غير في ستوري ديال صحابك كتسمعها. يعني حنا كنعذروا الناس اللي ما فاهمينش. فهاد الحلقه غادي نشرحوا كل شيء بالتفاصيل. اول حاجه غادي نبدا بها هي في البدايه ديال هاد الكليب او هاد الموسيقى او هاد الاغنيه، تيقول لك اش من جيل هذا الله يعطيك هذا كذا، وكيخسر عليهم الهضره، يعني ما عاجبوش هاد الجيل، وتيقول لك بنادم ضرب حطه دلوين وخرج في مصاصات الليل، بغاني انا نبغي يا حبيبتي يا مستحيل. بنادم ضرب حطه دلوين وخرج في مصاصات الليل، شكون هو اللي كيضرب حطه دلوين في البنات وكيخرج في مصاصات الليل؟ هما بائعات الليل، الدعارة، بنات الليل، بائعات الهوى. يعني الا كنتي من النوم ديري هذا الفيديو، ديري، يعني راه انسان كي اللي واعي كيقرا كيقول وهذه راه من النوم، هذه كتقول يا حبيبتي انا كذا كندور في الليالي وكذا، يعني انت من النوم كتعبري، يعني ما كنتيش فاهمه شي حاجه ما ديريهاش. وتيقول لك انا مستحيل انني نتزوج بك، يعني انت اللي دوز هذاك الشيء راه ما يمكنش انني نتزوج بك. وتيقول لك واش كيقول لها واش شيطان عليا لافي، وكيقول لها واش صحاب ليك بزينك غادي نصوفي، ويا بابا ويا رجال البلاد، المهم دوك التقاليد ودوك الاعراب بحال كي استنجب، ويا بويا عمر ويا كذا، ديك الثقافه ديال التقاليد ديال والو. وتيقول لها انا وياك والليل وبرشا حكايات في البرتوش، وكيقول لها صبري معايا يا الزين كذا. البرتوش شكون هو؟ هو واحد البلاصه، انا كنهضر على المجتمع فاش كنعيش هنا في الزنقه في الحومه في كلش. البرتوش هو انك يكونوا مثلا واحد جوج دراري ولا ثلاثه دراري ولا اربعه دراري، تيكونوا بديورهم ولكن تيكريو واحد البيت اللي بغا يمارس فيه الرادي. الا كيقول ليه هذا الشيء راه كنشرحو بالتفصيل، تيقول ليه واش نجيبو الساطر. المهم الاصدقاء وصلنا لهذا الفيديو، بغيتكم انكم تدعموا لاشين، علاش؟ انك تعرض لواحد الخروقات فايلا حتى تقدر انها تنقاطع، فدعموا القناه بلي لايك ولي كومونتير باش يوصلكم فيديوهات جديده ان شاء الله. والدراري